انا كنت حالق يوم خميس وراجع من الشغل، فقلت اتصور صوره بالموبايل وانا في العربيه. فبفتح الكاميرا كده لقيته جاي على الفيديو، قلت الله طب ما اصور فيديو. وانا كان شغلي بعيد عن بيتي، فقلت ايه في الطريق افكر في فكره فيديو، وكان عندي الاستاند اللي بيتركب في المروحه وبتاع وعربيه على قدي والدنيا ماشيه وموظف. طب ايه افكر في ايه؟ واحد راجع من الشغل زي ما انا كده ومراته بتطلب منه طلبات البيت اللي هو ايه في اخر الشهر. لا احنا اخر الشهر وهتطلب بقى ايه شوكليت ومش عارف ايه وحاجات. فلقيت الفيديو 9 دقايق وقلت ارتجال كده مش كاتب حاجه ولا. فروحت البيت رحت ايه قصه قعدت اقصه مش هتنزل 9 دقايق طبعا كتير قوي هنزهق. ما كانش بقى طبعا لا في بيج ولا في مش عارف انت لا الاكونت بتاعك تمام. الاكونت كان بيجي لي 8 لايكس والله عاشور، كنت بكلم الثمانية لو ايه رايك في الصوره عظمه ابيض واسود وشغل الوان. حطيت الفيديو 3 دقايق حسيته بقى 3 دقايق اللي فيهم المفيد والضحك كله وبتاع، انا حسيته حلو كده. رحت اعمل له ابلود وكتبت فيه فوقيه طلبات الجواز بس، ورحت ايه حطه. قلت لمراتي انا هنام ساعتين، كانت الساعه 7 كده يوم خميس، قلت لها هنام ساعتين نصحى نخرج شويه ايه يوم خميس بقى اسره فاهم عادي جدا ناخد الاولاد نتفسح ماشي. صحيت من النوم ابص في التليفون الاقي ايه نوتيفيكيشنز كتير قوي وناس مكلماني وقصه. دخلت على الفيديو لقيته عامل 640 الف فيو، فلقيت استنى بس ده انا لقيت 640 وفي قصه تانية. يعني ايه كي مش عارف الكي دي ايه دي 600 الكي في الشغل عندنا في البيزنس وبتاع الكي اللي هي الالف دي الالف لا. طب ايه رحت مطلع التليفون كلم واحد صاحبي شغال في السوشيال ميديا بقى وفي ايجنسي وبتاعه، قلت له قال لي يا جواد انت مكسر الدنيا والفيديو عامل وبتاع ومش عارف ايه، قال لي بص اكتب هاشتاجز مش عارف ايه واعمل، قلت له لا هاشتاجز ايه انت هو ماشي كده خليها زي ما زي ما هو. ساعتين كمان كان عمل ايه 1,000,000 فيو. تاني يوم الجمعه بقى انا نجم، النجم هيفطر ده عامل 1,000,000 فيو بس فافطر بقى ماسك البقسماط وحاطط رجلي على رجلي. بفتح التلفزيون لقيت في قناه شاهد زوج مش عارف ايه جايبين الفيديو بتاعه وعاملينه في التلفزيون. انا في التلفزيون يا جماعه ماسك البقسماط بقول لمراتي ولعيلي البقسماط حالا دلوقتي انا فيا له انا في التلفزيون اقلب القناه دي اقلب هوب بقى ايه الناس ابتدت تكلمني مش عارف ايه بيج مش عارف ايه عامل ايه تعالى اعمل معانا حوار وبتاع. فالدنيا بقى فقلت خلاص هي فيديوز بقى انا عايز امثل